لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مقتل متظاهر وإصابة 17 آخرين جراء القمع الحكومي للمحتجين في بغداد. في البصائر، متظاهرو التحرير: السلطة تتبجح بشرعيتها عبر صناديق الانتخابات المزورة. في الجزيرة نت، نائب الرئيس الأمريكي يزور قواته والأكراد بالعراق ويستثني مسؤولي بغداد. في القدس العربية، ائتلاف العبادي ينتقد نائب الرئيس الأمريكي: عاصمة العراق بغداد وليست أربيل. في صحيفة العرب اللندنية، حزب الله يغطي فشله السياسي بخدعة التدخل الأمريكي. في العربي الجديد، إيران تهدد بمواجهة دول بالمنطقة إن ثبت تورطها بالاحتجاجات. وفي موقع عربي 21، أمريكا تتهم إيران بشن حرب بالوكالة بسوريا وتطالب بوقفها. السلام عليكم. تشتد أواصر العلاقة بين المنتفضين في ساحة التحرير والساحات والميادين العامة في المحافظات الوسطى والجنوبية الشماء، وبين أبناء الشعب العراقي بكافة شرائحه وانتماءاته، وتعزز الروح الوطنية الوثابة في تأييد الشباب المنتفض ودعوته للانعتاق من الظلم والطغيان وتحقيق العدالة الاجتماعية. عن تمسك العراقيين بثورة تشرين كتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية: رفض الهيمنة والنفوذ الإيراني والدعوة إلى استقلال وطني سياسي واقتصادي يعزز الأهداف والمبادئ القيمة التي خرج من أجلها الشعب المنتفض. تأتي هذه الصور الكفاحية لتؤكد عمق الارتباط الروحي بين أبناء الوطن الواحد بعيدا عن الطائفية السياسية التي أوجدتها الأحزاب والكتل السياسية وسعت لترسيخها في المجتمع العراقي لتكون عنوانا للطائفية الدينية، ولكن المجاميع والحشود الجماهيرية أعلنت فشل هذا المشروع السياسي الذي أسس له الاحتلال الأمريكي ورعته أدوات ووكلاء النظام الإيراني سعيا منهما لإضعاف الوحدة الداخلية للشعب العراقي وتمزيق النسيج الاجتماعي المترابط الذي طالما اتصف به المجتمع العراقي وكان عنوانا رائدا له في العلاقات العامة التي تجمع الأديان والطوائف والقوميات ضمن إطار العراق الواحد الموحد بعيدا عن التفرقة والتناحر والتجزئة. جاءت ثورة تشرين المباركة لتعزز قيمة الإنسان العراقي وتطلق عبارات الوحدة الوطنية وترسم ملامح الحياة الجديدة للمواطن العراقي. ستبقى إرادة الشعوب هي من تقرر عملية التغيير، وهي من تعزز روح دولة المواطنة وتؤسس لحياة حرة كريمة، وتعمل على التلاحم الشعبي والجماهيري المستند على الإصرار والثبات على الحق دفاعا عن القيم والمبادئ السامية التي خرجت من أجلها هذه الشعوب الحية التي سئمت الذل والهوان ورفعت راية الحق والنصر المؤزر. عن شرعية إضرابات الأساتذة والمعلمين والدور المؤثر لها خصوصا في ظل حكم غير عادل وبيئة تنعدم فيها الخدمات وتندر فرص العمل وينتشر الفساد، فهل يمكن التشكيك في أخلاقيات الإضراب والتظاهر؟ محمد الربيعي يكتب في صحيفة المدى: من الطبيعي أن يختلف البعض على الطبيعة الأخلاقية لكل إضراب حتى ولو كان في شركة إنتاج بضائع، لكن وجود الإضراب ذاته يعطي صوتاً لمن يتم تجاهل حقوقه ويوفر نقطة انطلاق للمساواة وتحقيق العدالة. يحدث الإضراب عندما لا ينجح أي إجراء آخر، وهذا ببساطة ما يحدث حالياً. فما الذي يجب علينا فعله؟ هل يجب علينا ببساطة قبول الظلم؟ إن التاريخ الحديث يرينا كيف أن منع الإضراب في عهد نظام صدام حسين قد أضعف قدرة الشعب العراقي على إحداث التغيير،
وهذا ما حرمنا من قوة العمل الجماعي. بيت القصيد من الوحدة هو أننا أقوى معا، يجب العمل بشكل جماعي، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تحرض بعضنا على بعض كأفراد. فضلا عن ذلك، نحن بالإضراب قد نضر بمصلحة الآخرين، فهنا يمكن أن نضر بمصلحة أصحاب المطاعم في الجامعات على سبيل المثال، وقد يؤثر في الطلاب إلا إذا كانوا هم من يمارسون الإضراب لتحقيق قضية وطنية عليا يعدونها أهم من وجودهم في الصفوف الدراسية. في هذه الحالة هذا أمر لا مفر منها. بعبارة أخرى، الإضراب هو شكل من أشكال الإكراه. نريد أن نجعل من المستحيل أن تقول الحكومة أو الوزارة لا لنا. إن الشروط المسبقة للإضراب المبرر هي أن الطلاب والتدريسيين عرضوا الأسباب المتعلقة بتحقيق العدالة والقضاء على الفساد وجملة من المطالب التي تتعلق بالمهنة، ولكنهم فشلوا في تحقيقها. ما يحدث في لبنان والعراق غير مسبوق بكل المقاييس. خلال أسابيع قليلة تحولت من عواصم عربية مع دمشق وصنعاء تحيك خيوط سلطتها طهران إلى عواصم تهدد نفوذ الملال الإقليمي، مقال الكاتب سعد كيوان في صحيفة القدس العربي. حراك شعبي شبابي عفوي لا قيادة معلنة أو معروفة له، حراك لا طائفي ولا مذهبي، وبالأخص والأهم ثائر على السلطة، على سلطة الأحزاب المتسلطة والمتهالكة. فهل انفجار الاحتجاجات في إيران نفسها سيسهم في إعطاء زخم لانتفاضتي لبنان والعراق، أم أنها ستقمع بالحديد والنار كما حدث للثورة الخضراء عام 2009 والانتفاضة 2017، مما سيؤدي بالتالي إلى إجهاض الثلاث معا بطرق ووسائل مختلفة؟ هذا ما يبدو أنه المصير المحتوم لانتفاضة الإيرانيين. أسقطت الانتفاضة في لبنان في أسابيع قليلة حكومة سلطة فاشلة وفاسدة، عمادها الثلاثي حزب الله عون الحريري، ومنعت مجلس النواب من الانعقاد مرتين خلال أسبوع في محاولة تمرير قانون عفو عام، وأجهضت محاولة تكليف رئيس حكومة جديد من الفريق السياسي والفاسد نفسه. وفي العراق يستمر التحشيد في العاصمة بغداد ومدن الجنوب والوسط، وتأكيد المطالب التي يرفعها المتظاهرون منذ بداية الانتفاضة في مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأبرزها استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية. يواجه العراقيون سلطة الملالي بشكل مباشر، بينما يعارض اللبنانيون دور حزب الله الذي يجسد النفوذ الإيراني. أحيا اللبنانيون الذكرى 76 لاستقلال الجمهورية اللبنانية بأجواء احتفال غير مسبوقة، لأنها تناظرت مع الاحتجاجات التي تعم البلاد مطالبة برحيل كل وجوه الطبقة السياسية التي تحكم لبنان. عن الثورات العربية كتب صحيفة القدس العربي. غير أن هذا ليس حال اللبنانيين فحسب، بل هو حال شعوب عربية عديدة تبدو في حال أحوج بكثير إلى الاستقلال الحقيقي. لقد عدت أغلب الشعوب العربية أنها حصلت على استقلالاتها، وقد خاض بعضها مثل الجزائريين حروبا هائلة مع بلدان الاستعمار لنيل استقلالها الدامي. واعتقدت الشعوب العربية في مجملها أنها نجحت في تنصيب حكومات وطنية تعهدت بتنمية البلاد والخلاص من إرث الاستعمار والعدالة الاجتماعية بين المواطنين. كانت دول الاستعمار توظف اقتصادات تلك البلدان لمصلحة اقتصاداتها، وتتلاعب بسياسيها، وتوظف عملاءها، وتحرك جيوشها وأجهزة أمنها لقمع وضبط تلك الشعوب. وما أن جاءت دول الاستقلال الموعودة حتى فوجئت شعوب عربية عديدة بنخبها الحاكمة الجديدة، وخصوصا منها التي جاءت بانقلابات عسكرية رافعة شعارات كبرى لتوحيد بلدان العرب المجزأة ونشر العدالة الاجتماعية وتحرير فلسطين إلى آخره.
لقد تعاملت تلك النخب الجديدة مع بلدانها كدول محتلة ومع مواطنيها على أنهم طبقة من الدرجة الثانية، واستبدلت رسالة الحضارة التي ادعت دول الاستعمار أنها جاءت بها بأيديولوجيات فضفاضة وزاعقة لإخفاء عملية النهب الكبرى التي بدأت. عادت أشكال جديدة من الاحتلال المباشر من قوى خارجية وأقليمية كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن، دون أن ننسى الاحتلال الاستيطاني البشع والمستمر لإسرائيل التي تحولت جزءا من المعادلة العربية وحاميا لهذه الأنظمة الطاغية والفاسدة بعد أن كانت الحجة التي تم الاستيلاء بها على السلطة في عدد من بلدان الطوق. قال صحيفة لوموند الفرنسية إن الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها إيران بسبب ارتفاع سعر البنزين والمطالب التي تهدد النظام تم تكميمها في بضعة أيام بالدم والترهيب ومن دون شهود بعد قطع الإنترنت. وقالت الصحيفة إن الحكام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينظرون بقلق كبير إلى انتشار بؤر الاحتجاجات في محيطهم القريب جدا، ففي بيروت وباقي المناطق اللبنانية يتحدى الحراك الشعبي غير المسبوق الذي اندلع منذ منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر النظام الطائفي الذي يصب في مصلحة جماعة حزب الله الموالية لطهران، والتي تعد التشكيل السياسي والعسكري الشيعي الأقوى الذي يدافع عن مصلحة إيران في البلاد في المنطقة المجاورة لإسرائيل. فضلاً عن ذلك، بات الآلاف من المتظاهرين في بغداد وفي جنوبي العراق يرفضون قبضة طهران الخانقة على بلادهم، فمعظم هؤلاء المتظاهرين الذين سقط منهم نحو 340 شخصا في الأقل من جراء رصاص الميليشيات الموالية لإيران وقوات الأمن التي معظمها من الشيعة الذين أضحوا يرفضون وصاية إيران. وتنقل لوموند عن سعيد جولكار الباحث المتخصص في الشأن الإيراني قوله إن إيران ترى بالفعل أن ما يحدث في بيروت وبغداد هو جزء من محاولة من الأعداء لزعزعة استقرارها، وعليه قامت بنشر بعض الوحدات المسؤولة عن الأمن الداخلي على الأراضي السورية لدعم بشار الأسد. ورأت لوموند أن هذه التطورات الأخيرة في إيران والدول المجاورة لها من شأنها أن تعصف بالجهود التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ شهر آب أغسطس من أجل التخفيف من حدة التوترات الإقليمية. قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن فرص نجاح خطة السلام الأمريكية والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن باتت ضئيلة جدا بسبب استمرار المأزق السياسي في إسرائيل والمعارضة الشديدة التي تبديها القيادة الفلسطينية لهذه الخطة. ويصر الفلسطينيون إلى جانب العديد من الحكومات الأجنبية والساسة الإسرائيليين على رفض تصريحات بومبيو بشأن المستوطنات، كما صرح إيلان كونتبرغ مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي عاد أخيرا من زيارة استمرت أسبوعا إلى إسرائيل بأنه لا أحد يصدق أن هذه الخطة ستعلن، فهي لم تطرح ولو مرة واحدة، لكن مسؤولي إدارة ترامب يصرون على أن الخطة التي اكتملت قبل أشهر بإشراف جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره البارز والتي عرفت إعلاميا بصفقة القرن ستعلن مستقبلا بالرغم من فشل التنبؤات السابقة بموعد إعلانها. وكان كوشنر وجيسون غريبلانت مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط والمحامي السابق لمنظمة ترامب قد صاغا خطة ما زالت تفاصيلها سرية، ويعتقد أنها تنحاز بشدة إلى إسرائيل في العديد من القضايا الإقليمية والسياسية المتنازع عليها منذ مدة طويلة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية. ويقول القادة الفلسطينيون إن إدارة ترامب تتبنى نهجاً عقابياً تجاه مصالحهم باتباعها بعض السياسات مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات الأمريكية عن الضفة الغربية وقطاع غزة وإغلاق قنصلية السلطة الفلسطينية في واشنطن
بالإضافة إلى تصريح بومبيو الأخير الذي اعتبره الكثيرون تأييدا لبناء المستوطنات الإسرائيلية. أعلن فريق من علماء الكيمياء التخليقية تابع للجيش الأمريكي أعلن نجاحه في تطوير طريقة لإنتاج بوليرمات اصطناعية يمكن لها أن تدخل في نطاق صناعة الدواء والتكنولوجيا بصورة تطور كثيرا من أداء الجنود وتحافظ على حياتهم بشكل أفضل سواء في المعارك أو في غيرها. وجاءت النتائج لتقول إن هذا الفريق البحثي تمكن من تسخير قوة الريبوسوم وهي جزء خلوي مسؤول عن صناعة البروتين لتخليق وحدات صغيرة يمكن استخدامها لصناعة بوليرمات مفيدة. وبحسب الدراسة الجديدة فإن الإنجاز الأكثر أهمية لهذا الفريق البحثي هو تمكنه من استخدام قدرات آلة خلوية فعلية لتصنيع وحدات تحت الطلب، بمعنى أن الريبوسومات تنتج بالفعل ما يحتاجه الجسم، لكن أن نستخدمها لصناعة منتجات محددة مسبقا هو ما يجعل الأمر مثيرا للاهتمام. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.